تستعد القوات الخاصة الليبية ووحدات الجيش لحسم معركة بنغازي في آخر معاقل الإرهاب والتطرف بعدما تمكن الجيش الليبي من دخول ميناء بنغازي البحري وسط المدينة بشرق البلاد للمرة الأولى بعد أكثر من 3 أشهر من القتال، وهو ما يبشر بأن تحرير المدينة بات وشيكا. هذه أولى الصور الحصرية التي وصلتنا من بنغازي لعملية تحرير بعض الجيوب من سيطرة داعش. لا صوت يعلو هنا على صوت الرشاش، تقدم كبير أحرزته القوات الليبية منذ بداية معركة تحرير المدينة. نرافق الجيش داخل هذه الأزقة الضيقة أين تنتشر قناصة داعش وتحاول إعاقة تقدم الجيش في المناطق المتبقية. معارك حامية الوطيس وجرحى في صفوف الجيش الليبي، لكن في المقابل تقدم كبير وطرد فلول داعش وتضييق الحصار عليهم. يعني لما خشينا الميدان سوق الحوت وأول ما اقتحمنا تركينة المصرف وخشينا السرقسيوني تم العثور عليهم، كانوا مجمزين في المصرف، عرفتوا كانوا يطيبوا في شيء وياكلوا، خشينا عليهم فجأة. شنو تنظيم الدولة ولا الدبر وتراجع للخلف لعند خلف مصرف لعند منطقة سيخ ريبيش وتراجعوا عند الصابري وسوق الدهب. الوضع الميداني بصفة عامة أمور تمام والحمد لله الحمد، وإن شاء الله بارك ما جاي جمعة النصر هذه جمعة النصر وهذه كان يصلوا فيها ساحة الأوباش أضوف في ساحة المحكمة، نحن بارك إن شاء الله جمعة جاي بارك نصلي فيها نحن خلاص. أيام قليلة تفصلنا على موعد تحرير المدينة، خاصة إذا استمر الجيش الليبي في تقدمه ومحاصرة تجمعات المتطرفين في منطقة الصابري والليث والهواري التي هي حاليا تحت مرمى نيران مقاتلات الجيش الوطني الليبي.